باهت كان مفاجاه بالنسبه للجميع، بالنسبه لكل جمهور تونس اللي كان متواجد النهارده، وكل الجمهور المصري اللي كان بيجازر تونس امام موريتانيا. طبعا تونس النهارده بتصعد دور 16 برصيد 3 نقاط بعد تعادلها مع موريتانيا بنتيجه 0-0. 3 تعادلات على التوالي باداء يعني غير مرضي بالمره، سواء للجمهور التونسي او لكل الجماهير العربيه، على غير المتوقع للمنتخب التونسي. طبعا في البدايه النهارده كل الجماهير التونسي اللي كانت متواجده في المدرجات من قبل المباراه وهم بيهتفوا لمنتخبهم، كان في مؤازره كبيره النهارده من كل من عدد كبير جدا من الجماهير المصريه في مدرجات استاد السويس. اكثر من مكان مليان الجماهير المصريه اللي حبت اللي هي تيجي النهارده تأزل تونس. من الوقت للتاني بقى في احد المشجعين التوانسه كده كان يعني رسم على ظهره كده علم مصر وعلم تونس، دايما بيطالب المشجعين ان هم يشجعوا كده على طول. الاجواء طبعا النهارده كان كل الناس اللي في المدرجات مش عاجبهم اداء المنتخب التونسي النهارده. موريتانيا طبعا يعني ضيعت فرصه غريبه جدا في الشوط الاول، كانت ممكن تدي لموريتانيا الافضليه، وكانت ممكن تخلي موريتانيا هي اللي متقدمه، وكانت هتصعب ساعتها من موقف تونس في المجموعه. لكن في النهايه النهارده كل الجمهور التونسي يعني ما كانش في رد فعل بعد انتهاء اللقاء. لكن النهارده بقى غريب ان النهارده فرجاني ساسي اثناء تسخينه ما كانش مركز في التسخين خالص، وقف حتى مدرب الاحمال كده وهو بيخليهم يسخنوا. كل اللعيبه كل تونس اللي جايه بتسخن في الدوري، محدش يقدر هو يسخن، لدرجه ان الراجل يعني شد كده الحاجه وقف جنبهم خلاص محدش بيسخن بقى. والناس فعلا ما عملوش التغيير الثالث، حاله عدم الرضا باينه على كل المشجعين اللي كانت موجوده في المدرجات بعد انتهاء اللقاء. عدد كبير جدا من مشجعين موريتانيا اللي كان متواجد النهارده حيوا فريقهم بشكل قوي وسقفوا لهم، لانهم فعلا قدموا النهارده اداء كبير جدا قدام تونس. طبعا النهارده بقى بعد نهايه اللقاء نقدر نقول بقى خلاص الدنيا خلاص، كل الناس بقت عارفه بقى دور 16. دور 16 دلوقتي خلاص يوم الجمعه ان شاء الله المغرب هتقابل بنين على استاد السلام الساعه 6، اوغندا هتقابل السنغال على استاد القاهره الساعه 9، اما يوم السبت هيكون مباراه نيجيريا والكاميرون على استاد اسكندريه الساعه 6، ومصر هتقابل جنوب افريقيا على استاد القاهره الساعه 9، يوم الاحد هيكون مباراه مدغشقر والكونغو الديمقراطيه على استاد الاسكندريه الساعه 6، اما الجزائر هتقابل غينيا على استاد 30 يوليو الساعه 9، يوم الاثنين هيكون مباراه مالي وساحل العاج على استاد السويس الساعه 6، وفي الجانب الاخر مباراه غانا وتونس على استاد اسماعيليه الساعه 9. طبعا بنقول يا رب يعني في الماتشات الجايه بقى تكون كل الفرق العربيه موفقه في دور ال 16 ونصعد لدور الثمانيه، ويكون في اداء احسن من كده واداء مرضي سواء لمنتخب مصر اللي يعني في ناس كتير جدا مش عاجبها ادائهم في الدور الاول كده، او لمنتخب تونس، ويعني اخطر حد كان ظاهر بالاداء المحترم جدا من الفرق العربيه خلال يعني الدور الاول كده كان هو منتخب الجزائر. يعني يا رب يبقى في الادوار الجايه بقى الصوره تتحسن والاداء يتحسن اكتر، وباذن الله نشوف اداء افضل ونتيجه احسن في خلال المباريات القادمه.